بس لكن كدور فعال وتقديم خدمة مش موجودة. هيتم التعامل معاها ازاي؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك من ضمن مواد الإصدار بتاعة القانون إن مدين فترة 6 شهور لجميع الجمعيات القائمة في مصر إنها لتوفيق أوضاعها. تمام. توفيق أوضاعها يعني إنها تعلن عن النشاط الأساسي بتاعها وإنها مصادر التمويل بتاعتها وأسماء المؤسسين وكل الضوابط اللي هتكون موجودة لأي جمعية جديدة. يعني بالتالي القانون هيكون مطبق بأثر رجعي برضه. مش هنتكلم على القانون جميع الجمعيات القائمة، لازم دي مادة في القانون، لازم جميع الجمعيات القائمة توفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد في مدة 6 شهور. بنتكلم عن دور الوزارة نفسها مع الجمعيات الأهلية هيكون ازاي في الفترة اللي جاية؟ الوزارة طبعا الوزارة المختصة حاليا هي وزارة التضامن، جميع الجمعيات الأهلية طبعا تحت إشراف وزارة التضامن. وزارة التضامن تكون مسؤولة عن إنشاء سجل يقيد فيه جميع الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، وكل كل جمعية هيكون ليها رقم قومي، وكل جمعية النظام الأساسي بتاعها لازم ينشر على الموقع بتاع الجمعية إن وجد وعلى موقع وزارة التضامن، وده لضمان الشفافية وإن كل واحد بيروح يتبرع على أي جمعية يكون عارف إن الغرض من الجمعية دي أنشطتها اللي هي مسجلاها في النظام الأساسي بتاعها. تمام. الانطباع بشكل عام كان داخل جلسة الاجتماع، خاصة كمان في جلسة بعد قليل مع رؤساء اتحاد الجمعيات الأهلية، فعايز أعرف الانطباع بشكل عام عن مشروع القانون اللي بالنسبة لرؤساء الاتحاد رؤساء الهيئات البرلمانية، وكمان أكيد كان في اتصالات ما بينكم ما بين رؤساء الجمعيات الأهلية. الحمد لله احنا الانطباع جيد جدا في الجلسه اللي فاتت، في تأييد الحمد لله من معظم النواب، ان ما كانش كل النواب اللي حضروا، لان زي ما قلنا لحضرتك قبل كده المشروع ده مشروع القانون ده طال انتظاره. تمام. وده من يعني من اهم المشاريع اللي هتظهر في الفتره القادمه باذن الله. في تأييد كتير جدا لمشروع القانون الكبير جدا لمشروع القانون اللي احنا متقدمه بيه اللجنه، وان شاء الله يكون نفس التأييد في الجلسه العامه باذن الله. ان شاء الله. سياده النائب عايز